صح؟ ايه الموضوع؟ قال لي في عندي عضله اسمها فيكسيتور وعضله اسمها نيوترايزر. عضله اسمها ايه فيكسيتور؟ مش اسمها كده، لا وظيفه يعني بتثبت، وعضله بتعادل حركه فيكسيتور ونيوترايزر او ساينرجيك ماسل بيسموها كده. ايه الفرق بينهم؟ هما الاثنين قريبين من بعض قوي. بصوا كده معايا، البايسبس ماسكه في العظمه دي، اسمها العظمه دي ها اسمها يا فنان سكابولا صح؟ وليكن البايسبس مثلا عايزه تعمل فليكشن صح؟ هتبني الذراع مثلا صح؟ قال لي بس السكابولا عظمه مش مثبته كويس. عظمه ايه؟ مش مثبته كويس، تتحرك هذا المكان ده. طب هو ايه اللي بيثبتها؟ قال لي في عضلات ثانيه ماسكه فيه. في عضلات ثانيه ايه؟ ماسكه فيه في السكابولا دي. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز اثبت السكابولا على ما البايسبس تعمل ايه؟ فليكشن. ممكن لا بيعمل ازاي؟ فالعضله اللي هتثبت الاسكابولا على ما البايسبس تعمل فليكشن اسمها فليكسيتور ماسل. يعني البايسبس مش شايف فليكسيتور، لا البايسبس تعمل فليكشن اجونيت صح؟ في ضدها ايه؟ انتاجونيت. مش برضه من الكلام ده، انا بتكلم دلوقتي البايسبس فوق ماسكه فيها في الاسكابولا وتحت ماسكه فين؟ في العظم الصغيره تحت ده. فهي عايزه تعمل بتثني الذراع، فهي لو عملت كونتراكشن ماشي، هي ماسكه من اللي فين؟ من الاسكابولا وتحت ماسكه هنا في العظم دي صح؟ خد العظم دي مش ثابته قوي مش كلام. طب وبعدين؟ الف على ما تعمل كونتراكشن بتقصر صح؟ خد اثبت دي عشان تعرف تعمل كونتراكشن كويس تمام؟ العضله اللي هتثبت الاسكابولا دي اسمها ايه؟ فيكسيتور. فقال لك كلمة فيكسيتور عضلة بتثبت جزء معين من الجسم على ما الجزء الثاني يتحرك. انتوا القصة عاملة ازاي؟ صعبة دي؟ في أي مشكلة؟ أقولها تاني؟ طيب. ايه بقى موضوع نيوترالايزر ده؟ قال لك دي عضلة بتوقف حركة على ما الثانية تحصل. الثانية كانت بتثبت جزء، يعني مثلا عضلة سايبة مثلا بتثبتها في مكانها على ما العضلة تشتغل، مش على ما العضلة الثانية تشتغل. يعني فهمت قصدي ايه؟ ايه بقى موضوع النيوترالايزر دي او ساينرجيك ماسل اسمها كده؟ بص معايا، انا عندي دلوقتي عضله موجوده في الفور ارم، ذات الفور ارم دي اسمها ايه هنا؟ هاند. امال دول ايه؟ فينجرز. فور ارم هاند. بص ركزوا معايا، الجزء ده رخم شويه بس هيتفهم هيتفهم يعني. فور ارم ده الريست اهو، الهاند اهي هنا، وده دي الفينجرز ماشي. ايه الموضوع؟ في عندي عضلات ماشيه كده جايه من الفور ارم هنا معدية على الريست وراح على الفينجرز. طب العضلات دي لما تنقبض بيحصل ايه؟ قال لي بيحصل كده ماشي. ايه؟ بيتسلق الريست وبيتسلق الفينجرز مش معدية قدامهم صح؟ يعني معدية قدام مفصلين بيبقى او كذا مفصل اهو صح؟ فبتثني الريست وبتثني مين كمان؟ الفينجرز. في اي مشكلة؟ طب وبعدين؟ قال لي طيب هو العضلة دي لازم لما تنقبض يحصل الاثنين؟ طب ما انا ممكن اثني الصوابع بس كده مش برضه؟ وممكن افارق صوابعي واثني الريست بس. ايه ده؟ نفس العضلة؟ اه نفس العضلة. في ضرب ايه؟ يعني انا عندي عضلة دلوقتي موجودة هنا في المنطقة دي. العضلة دي بتعمل ايه؟ بتثني الريست وبتثني مين كمان؟ الفينجرز. خلاص؟ ده الاكشن بتاعها كله. طب انا عايز اثني الفينجرز بس واثبت الريست. في ضرب ايه؟ العضلة دي بتعمل كده برضه. قال لك بس في حاجة اسمها نيوترلايزر، عضلات ثانية يعني. يعني ايه؟ انا دلوقتي مثلا عايز اثني الصوابع مش كلام؟ ماشي. بنفس العضلة اللي بتثني الريست والصوابع ومش عايز اثني الريست. ففي عضله هتثبت الريست في مكانه على الريست فين؟ شفت القصه؟ موجوده ورا يعني. بص يا طيب انا عايز اثني الريست مش عايز اثني الصوابع. قال لي خلاص في عضله ورا هتروح فارده الصوابع ماشي تمام لحد ما الريست ايه؟ يتثني. طب بلاش الامثله دي خالص، تعالى ناخد مثال على العضله دي. الجير بايسبس موجوده قدام مين ومين؟ ها؟ قدام الشولدر وقدام مين؟ فبتثني الشولدر وبتثني القلب. طب انا عايز اعمل انقباض في البايسبس اثني القلب بس مش عايز احرك الشولدر. ففي عضله هتثبت الشولدر مش هتخليه يتحرك على ما القلب ايه؟ يتثني. طب انا عايز اثبت القلب على ما ده يتحرك. في عضله هتثبت القلب في مكانه على ما ده ايه؟ دي اسمها العضله دي بتعادل حركه معينه، دي اسمها شبه دي مش كلام؟ ما دي بتثبت جزء كبير من الجسم ودي بتثبت نقطه معينه او بتثبت حركه ايه؟ معينه. فهمتوها يا اخواني؟ صعبه؟ يعني عضلة ليها كذا اكشن او عضلة ليها خمسة اكشن مختلفين، تعمل فليكشن وبتعمل وبتعمل وابدكشن مش كلام، وعايز اعمل اكشن واحد منهم مش عايز اعمل الباقيين. ففي عضلة بتوقف الاربع اكشن التانيين دول على مدى ايه؟ يتحرك. فهمتوا القصة؟ بس دي اسمها العضلة دي ساينرجيك ماسل او نيوترالايزر بس خلاص. في اي مشكلة؟ صعبة؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي في حاجة اسمها اجونست وانتاجونست صح؟ يعني مثلا في الفليكشن اللي قدام القلب تبقى ها؟ اجونست واللي ورا تبقى انتاجونست.
كلمة قصة. في عندنا عضلة بتثبت عظمة متحركة أو جزء متحرك على معرض الشمل اسمها فيكسيت المصل. ماشي. في عضلة مثلا عضلة لها اثنين أكشن مثلا وعايزة تشغل أكشن منهم وتثبت التاني. ففي عضلة اسمها نيترايزر بتوقف أكشن معين على ما الأكشن ده يشتغل. اسمها العضلة دي. فتحس الدور قريبين من بعض أوي صح؟ الفيكسيت المصل والإيه؟ نفس الفكرة برضه. ماشي. بيحددوا كفاءة الحركة نفسها. وفي أكشن رخم أوي اسمه أكشن أوف بارادوكس. اسمه ايه؟ اكشن اوف بارادوكس. بص معايا ايه بارادوكس ده؟ بص يا شباب ادي الارم وده الارم بص معايا كده هنا ده الارم مش كده؟ وده مين ده؟ الفور ارم. وفي عندنا عضله اسمها بايسبس. ما احنا خلاص بص على يعني على مثال واحد عشان ما ندوش في امثله كتير جدا طبعا. مثال واحد اللي هي عضله اسمها الايه؟ البايسبس. هو كده بتثني صح وكده بتفرد مش كده؟ انا طب لو انا كانت دراعي صح مين اللي عمله؟ البايسبس. طب لو انا دراعي كده ايه اللي هيعمله؟ الجاذبيه صح؟ الجرافيتي. يعني ايه الجرافيتي؟ الجاذبيه اللي فيها برضه تاني بص معايا اللعبه كده في بعض عضلات معينة ماشي اللي بتشتغل ضد الجاذبية كده. وأشهر عضلة منهم بايسبس. ماشي. أنا كده بني دراعي صح؟ طب كده دراعي فرد صح؟ مش كده؟ بس يعني لو أنا واقف كده دراعي هينزل تحت مين اللي ينزل كده؟ الجاذبية صح كده؟ ولا عضلة شدته؟ لا هو الجاذبية بتنزل مش كده برضه؟ طب لو أنا شايل حاجة تقيلة مثلا في إيدي هنا مثلا مش كده؟ ينفع أسيبها مرة واحدة تنزل كده؟ طبعاً مش كده؟ طب ايه اللي بيحصل؟ هي البايسبس عامله كونتراكشن صح؟ فايه بس البايسبس تعمل كنترول للريلاكسيشن في الدكتور عامل ازاي؟ يعني كونتراكشن عكسه ريلاكسيشن كمان عندنا حاجه اسمها كونتراكشن انتباه صح؟ وانبساط اسمها ريلاكسيشن تمام؟ بصوا معايا ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انا هنبني دراعي دلوقتي كويس اهو تمام؟ ولكن ماسك حبل مثلا تقيل بتاع تمام ماسك حاجه تقيله فدراعي هينزل لتحت مش كده تمام؟ لو انا سبت دراعي للجاذبيه هيتنطر لتحت مش كده؟ طب مين هيعمل كنترول كده؟ البايسبس. فهمت قصدي؟ مع ان البايسبس بتبني صح؟ بس في نفس الوقت عملت ايه؟ كنترول دي ايه؟ ريلاكسيشن بتضاد الاكشن بتاع مين؟ الجرافيتي او بتعاكس الاكشن بتاع مين؟ الجاذبيه بيسموه الاكشن المتناقض. كلمه بارادوكس معناها متناقض. فهمت القصه عامله ازاي؟ هي المفروض بتثني بس اشتغلت فين كمان؟ في الفرد. انت فهمتوها؟ بس كده. يقول لك العضله عملت اكشن متناقض دلوقتي، قلنا كتثني بس كده. ده كمان بتساعد في عمليه الايه؟ الفرد انها بتضاد الاكشن بتاع الجرافيتي عشان دراعي ما يقعش مره واحده الايه؟ لتحت كده. فهمتوها اللعبه دي يا اخوانا؟ فده ببساطه الميكانيزم في اكشن بتاع السكيلتر دي. يقول لك السكيلتر المصل عموما يقول لك من حركه السلكشن مثلا في ادونيس واندونيس صح؟ اللي بتعمل سلكشن انا بتكلم على مين دلوقتي؟ على سلكشن. هتعمل سلكشن تبقى اجونست. طب العكسها تبقى؟ طب لو بتكلم على الاكستنشن يبقى اللي هتعمل اكستنشن اسمها بالنسبه للاكستنشن اجونست والعكسها انتاجونست. بعدين يعني ممكن البايسبس تبقى اجونست وانتاجونست بس اه ممكن انا كنت بتكلم على الحركه مش قصدي ايه بس. طيب حاجه ثانيه لو انا بثبت عظمه متحركه اثناء الحركه يعني بص مين هيتحرك؟ مين العضله الاساسيه بتاعتها؟ البايسبس دي الاجونست بتاعتك مش كده؟ فلو هي بتتحرك العظمه دي بتتحرك فانا عايز اثبت العظمه دي ففي فيكسيشن. البايسبس بتشتغل على المفصل ده والمفصل ده ماشي وانا عايز اشغل ده بس وعايز اوقف المفصل ده في عضله اسمها نيترالايز كلها بجهز ده كلها ماشي عضله ليها اثنين اكشن وعايز اشغل واحد بس خلاص في عضلات توقف الاكشن كده العضله اللي توقف الاكشن كده اسمها نيترالايز. البايسبس بتعمل ضد الجرافيتي ماشي هي في نفس الوقت تعمل حاجه اسمها اكشن اوف بارادوكس المفروض بتبني صح وبتساعد في عمليه ايه كمان؟ الفرد انها ما تخليش الدراع يتنطر لتحت مره واحده كده بتضاد الاكشن بتاع الجرافيتي. فين دكتور عامله ازاي؟ بص بس يعني دلوقتي لما ساب الدراع ينزل بهدوء كده مش هي عملت اكستنشن صح؟ مش كده؟ معايا؟ فهي عملت اكشن متناقض صح؟ فانها بتبني صح؟ يعني مش هي عملت ايه؟ عملت الريلاكسيشن بس بهدوء بس كنترول الريلاكسيشن مش كده؟ دي ورا مش كده؟ يبقى العضله اللي بيعمل اكستنشن عضله ورا وجذبيه كمان
ماشي. بس دلوقتي مين يشتغل قدامي بينزل ازاي كده بالراحه البايسيتس بريلاكسيشن الهادي بتاعه بيسموه الاكشن المتناقض اكشن بارالوكس من الفتن صح ازاي بتفرق في الضرب بتضاد الاكشن بتاع مين الجرس فهمتوها وصلت صار الكلام ده كان كده المواضيع نعم ايه تاني طيب دلوقتي احنا قلنا ده الفور ارم صح ده الارم وده الايه الفور ارم بقى بص معايا كده باكن صوابع كده باكن صوابع صح ثاني صوابع وفرد الصوابع العضله انا بتكلم عن حركه ثاني صوابع دلوقتي بالنسبه لثاني صوابع العضله اللي هتتني اسمها العضله الاساسيه الاجونس ماشي لثاني صوابع صح طب اللي تضاف هتبقى الانتاجونس بتاعي بس طب بقول لك حاجه فرد الصوابع ماشي فرد الايه الصوابع ماشي اكيد العضله هتفرد صوابع دي ورا مش كده العضله اللي بتفرد انا بتكلم على فرد الصوابع بالنسبه لفرد الصوابع بقى العضله بتاعت الفرد بقى الاجونس بتاع فرد الصوابع واللي بتفهم بقى الانتاجونس هتتكلم على انهي اكشن انت تقول ايه وصف الحركه قبل ما تقول اجونس وانتاجونس قول اسم الحركه الاول ليه فليكشن ولا اكستنشن في حجمها البايسبس الاجونس ليه انا حركه بتتكلم على ايه بالظبط او العضله دي الاجونس بتاع الابدكشن ايه برضه اسم الحركه مش كلام بتتكلم على ايه بالظبط فليكشن ولا اكستنشن ولا ايه هو بياخد اكشن معين وبيحلله الفليكشن بتاع الجلبه مثلا صح في اجونس وفي انتاجونس وفي الفليكشن ده في فيكسيتور مش كلام وفي الفليكشن بتاع القلب ده في عضله ثبت مين الشغل اسمها نيوترلايزر كنت قصدي ولما تيجي تفرد القلب براحه تاني في حاجه اسمها اكشن اوف ايه بارادوكس موجود في قلب الايه البايسبس عشان كده خدت لكم المثال ده يضم كل الايه الحركه كلها او الميكانيزمات كلها في اي مشكله حته رخمه بس عارف بس ادي انت حاجه اكشن اوف سكيلت المسلس ماشي وبتكتبوها حافظين بس مش فاهمين الموضوع ده معايا يا اخوانا بس في النادي بقى في نوع ما مش كده ولا يعني 50% مثلا موضوع ثاني بقى تعالوا كده ايه اما نشوف اسماء العظم بتاع دي الهامز اللي هو ده احنا عارفين دلوقتي مين العظمه دي اسمها فاكرينها الهمرس انا بركز على الابر ليه لان عندكم سنه اولى مش كلام طب احنا عارفين حتى لما تيجي تشتروا عظم ابر ولا بتاع وتجيبوه يبقى انتوا عارفين ايه اسمها فاكرين عايزين عظم يعني عايزين هيمرس عايزين راديوس عايزين ارنر مين دول قلنا الارنر ومين والراديوس تعال بص بقى على كابتن الهمرس طبعا غير اسماء الصوابع طبعا احنا قلنا في حاجه اسمها ثمب اندكس ده في النص بتاع الدبله الصغير ليتل مش كده؟ طيب تعالوا بص هنا كده العظم بقى ده اسمه ايه؟ والله اسماء الصوابع عرفناها بقى انا عايز بقى العظم نفسه بصوا معايا في عندي عظم صغير من كده شايفين عامل ازاي يا ولد؟ شايفين عامل ازاي؟ عظم صغير ده وبعدين عظم طويل شويه كده بعدين صح كده؟ طب تاني نرسم الحته دي كده بص Yeah, I know the least.